بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير, اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. النهارده حلقه مختلفه جدا وليها طابع خاص ومميز, هننتقل فيها بين ساحات الملاعب ولوكيشن التصوير في السينما. هنحاول نعرف ايه الفرق بين الماتش اللي بيكون في لعبه كره حقيقيه وبين الماتش اللي بيتمثل في فيلم سينما. هنشوف ازاي النجوم كانوا نجوم في الكوره واصبحوا وتحولوا الى نجوم في السينما, ابهروا العالم كلاعبين وابهروا العالم كفنانين. النهارده عندنا مجموعه من المبدعين, هيكون معانا اجيال مختلفه من نجوم كبار جدا في مجال لعبه كره القدم, نجحوا جدا في كره القدم ونجحوا ايضا ان هم يكونوا فنانين مبدعين, وكمان الجمهور كان بيحبهم وبيقبل على افلامهم. واذا كنا هنبدا هذا المشوار يبقى لازم في البدايه نتكلم على اهم واحد من اهم اللعيبه الكبار اللي كان اهم جول كيبر في مصر, جول كيبر النادي الاهلي اللي احترف او اول دخل مجال التمثيل وتحول عنده من هوايه الى احتراف, الكابتن الكبير عادل هيكل. هيكون معنا في الجزء الاول من هذه الحلقه. برحب جدا بك كابتن عادل, شرفتنا وانستنا, وبيشاركني كمان في تقديم الحلقه دي لان هي حلقه مش عارف اقول ايه, فنيه كرويه ولا كرويه فنيه. هيكون معانا كمان اول حكم دولي من النساء, لكنها ايضا بتحكم النهارده للرجال, كابتن شيماء منصور اللي بتشاركني في تقديم الحلقه. كابتن شيماء اهلا وسعيد بوجودك معانا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك, وانا بجد بيشرفني وبيسعدني ان انا اكون ضيفه يعني خفيفه على حضرتك, اكون بشرف حضرتك في التقديم ان شاء الله. ميرسي جدا كابتن شيماء. ثانك يو. وبرحب طبعا بالكابتن عادل, يعني انا بجد مبسوطه جدا. اول مره في حياتي افاجئ ان في مصر فيها حكمه دوليه. طب دي حاجه كويسه صح؟ اتمنى تلعب كوره هتجيب لك ست. دي تبقى طيب. خلينا نشوف تقرير عمله فريقي من زملائي في الاعداد عن الكابتن عادل هيكل ونرجع نبدا حوارنا. زي ما شفنا في التقرير, تاريخ طويل كابتن عادل هيكل, تاريخ طويل في الملاعب مع النادي الاهلي, وايضا تاريخ مصر جميل في الفن السينمائي. منتخب مصر. وفي منتخب مصر. طبعا. بس انا عايز اعرف بقى, يعني عادل هيكل الجول كيبر المعروف اللي كان يعني شن ورن في كل مكان, انتقل للتمثيل ازاي؟ يعني انت عملت الحقيقه في فيلمين مهمين جدا علامات عندك, اشاعه حب. لا هو فيلم واحد. والتاني ده ملوش ذكر خالص. هحكي لك ليه. طب احكي لي الاول, انت مثلت ازاي؟ انا مثلت ازاي؟ انا اعز صديق ليا وكنا اصحاب مع بعض ونطلع سوا نروح نتفرج على مثلا ماتش الزمالك واي حاجه, ناخد معانا فريد شوقي او عمر الشريف ونطلع نتفرج هناك على الايه؟ على الماتش بتاع الزمالك واي حاجه, الترسانه واي حاجة واي فرقه. فجاه صالح سليم عمل السبع بنات. لقيت جمال الليسي جه جري قال انا عايز تطلع قبل صالح سليم لانه عليه شعبيه فظيعه. قلت له انا قايل لك من بقالي سنتين مش عايز. قال لي بس عشان خاطري. قلت له خلاص, دي بروفيشنال, ما هياش صداقه كمان. قلت له عينيا الاثنين. رحت اول ما رحت انا ولا اعرف دوري ايه ولا اعرف. واول مره تمثل في حياتك؟ اول مره هو اللي خلاني مثلت استاذ جمال. انا ما كانش في مخي خالص التمثيل ده. فاخدني على الاستوديو الاول قال لي ايه رايك في هند رستم؟ قلت له زي القمر. قال لي إيه انت هتطلع خطيبها؟ قلت له كمان. قلت له طب يلا بينا على الاستوديو على طول بقى انت ما صدقت. المهم ايه, رحنا هناك. فاطين راجل فنان فراح جايبني انا ويوسف وهبه ومش عارف مين وهبي ومين بتاع في الديالوج ماشي. اتاري يوسف وهبي ايه ما بيقولش الايه الحوار زي السيناريو. السيناريو اللي هو بيجيله هو بيقول حاجة ثانية خالص بترفع بشأن الايه الدراما لا الفيلم نفسه. انا بقى ما لا اعرف ترفع ولا دراما ولا. انا معايا ورقة في جيبي حافظها
فلقيته بيكلمني انا بطريقته هو. قلت له الله، طب اه ده بقى فاضل انا الكابتن. قلت له الورق اهي. الكلام ده مش موجود. ما فيهاش الكلام اللي يوسف بيه. يوسف بيه قال لي انا هاخدك معايا المكتب بتاعه كان قدام سينما استوديو مصر. ايوه. حاول يعلمني التمثيل مفيش فايده. قال لي اقول لك حاجه؟ قلت له ايه؟ قال لي مع السلامه لا تنسينا انا التمثيل. طيب تعالى نفكرك بمشهد من الفيلم، اول فيلم مثل فيه كابتن عادل هيكل لما رشحه صديقه المنتج الراحل الكبير جمال الليسي انه يقدم فيه دور خطيب الفنانه هند رستم. شوف المشهد في اشعه حب. يعني اول واحد على طول رحت ضربت، يعني اول مشهد ضرب كده. اول مشهد ضرب. اه اصل انت برضه فاهم لو خاطب هند رستم قال لي ايه اضربه، يعني مش في الهواء، لا اضربه على طول هيطلع البتاع مظبوطه قوي. لما انا ما ضربتوش على طول بس انا ضربته بجد على فكره. لا ما لحقت اهو ده جري بي. انا بعمل كده لقيته في اخر الشارع. كان عمره كان حد قال له اهم حاجه في الفيلم ان يوسف فهمي وقفنا ومعانا المسدس وبعدين بيقول لي اه بتحبه؟ قلت له بتحبه؟ راح رحت مطلع له المسدس قال لي دخل اللي في ايدك ده. لكن اللي بشهد حضرتك وانا ايه اول مره في حياتي امسك مسدس. اه طب تيجي نشوف المشهد ده، نشوف المشهد ده. احكي لي بقى، لا ايه اللي حصل في المشهد ده؟ انا شايف انت بتعمل كوميدي يا استاذ. كده كده يا كابتن عادل، انا شايف ان حضرتك بتعرف تمثل جدا. هو اللي قال كده كده وبعدين قال له مش عارف قال ايه، فرقتنا بكده كده دي بقى دي اللي هو اللي قالها بقى من عنده. بس انت قعدت قلت هو كل حد يقول حاجه كده كده فتك قوي حسين كده كده. الثاني يوسف قال ايه فرقتني بكده كده، لما كان هو المفروض يقول له اتفضلوا اقعدوا اما نشوف ايه الحكايه عشان نتناقش فيها. هو بقى اختصرها كلها بايه؟ بكده كده. راح ايه؟ راح بس انا شديت عمر الشريف بجد. انت خليته انت بتشد عمر الشريف بجد؟ ده كسر البتاع فعلا. ابويا اه وبنطلونه اتقطع كمان. يوميها؟ اه يوميها. وهو اصله يعني زعل قوي من قلت له اعمل ايه؟ زعل منك بعد المشهد ده؟ لا 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 زعل لما اتقطع البنطلون. المهم ايه؟ بس انت كنت قاصد حضرتك. كنت ايه؟ قاصد تقطع البنطلون بتاع عمر. لا 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 انا شديته كده لقيته شد شده بسيطه كده لقيته طار. كابتن عادل انا كنت عايز اسال حضرتك ايه المواقف الكوميديه اللي جمعت ما بين حضرتك في يعني بالذات في المشهد ده؟ يعني اكيد كان في حاجات كوميديه كتير، عدت كتير مثلا، عدت المشهد ده اكتر من مره. المشهد ده؟ اه والله ايه المواقف الكوميديه اللي حصلت فيه؟ والله يمكن مره او مرتين. باين حضرتك حافظ كويس. اه كنت صامم صامم مش حافظ، ما عشان كده طلعت له الورقه في البتاع الاولانيه قلت له ما هي دي. طب نشوف المشهد ده يلا. حضرتك ازاي عملت بعد كده فيلم تاني؟ فيلم تاني عمل مذكرات الميزه. عملت مذكرات الميزه مع احمد رمزي ومع نادية لطفي وحسن يوسف. هقول لك حاجه، تعالى مذكرات الميزه بقى ده لو تشيليني من الفيلم يمشي احسن. طب نشوف مذكرات الميزه يلا. يعني ماليش دور. مذكرات الميزه ده كان استغلال، يعني نجحت في اشاعه حب. احكي لي بقى بعد ما اشاعه حب اتعرض عملت ايه بقى؟ الناس قالت لك ايه بقى؟ النقاد قالوا ايه بقى؟ تكمل ولا ما تكملش؟ قالوا لي ما تكملش. ليه بقى؟ هو ما اعرفش، في ناس يحبوا وناس يكرهوا. تقييمك الشخصي لنفسك كان شكله ايه؟ شفت نفسك ممثل كويس ولا ضعيف؟ ولا ده كان استغلال لنجاح عادل هيكل اللعيب المعروف في بطولة فيلم السينما؟ هو بالظبط اللي حصل ليه؟ اه اللي حصل ان لو حلمي رفضة طلع بصالح سليم هيجيب فلوس قد كده. جمال ليه سنة ليل النهار معاه وبعدين ما عملش فيلم معاه عشان حتى عشان شباك التذاكر. اه
قلت لا هعمل فيلم معاه حتى لو جت على حسابي. ليه؟ لانه صاحبي. بتفرح لما اكون ماشي في الشارع انا اقول لك انا شفت حضرتك في اشاعه حب، شفتك في مذكرات تلميذه. لا هو شوف اللي بيحصل ايه، ان انا لما بنزل الملعب ميها نص الملعب ده وانا رايح الجول يسقف لي وانا اعمل لهم كده، وبعدين اقول يا رب يغير. يعني بيختاروا هم الكباتن يوم يقول ايه لا انا هاخد الجول ده مش هاخد ده، عشان لما اغير برضه هاخد تسقيف من الناحيه الثانيه كمان. تعال افكرك بحاجه بقى في الكوره بقى، نشوف بقى كابتن عادل في الكوره. يلا زي ما شفت يعني في المشهد حضرتك في الكوره كمان جماهيريه كبيره جدا. هو اللي خلاني جماهيريه كبيره ان احنا كان ريال مدريد جه ولعب منتخب الاهلي والزمالك وكسبهم 7، وراح لعب في اوروبا فاينل كاس اوروبا فجت بنفيكا كسبتهم 3-2. لما جت بنفيكا في مصر وسالت على النتيجه بتاعت قال لها 7، قالت احنا هنكسبكم 13. انا ركبي ثابت بصراحه يعني، بس كنت متمرن بقى 21 يوم الصبح وبعد الظهر. فنزلت الملعب اول كره ما مشيتش معايا، رجع لي صالح قال لي هتغرقنا، وبعدين جه فاول طلعته يعني كوره طلعتها انسى بقى اللي يجيب جون فيا، وعملت يوميها ماتش لدرجه ان هم طلبوا ان هم ياخدوني ب 50,000 دولار كده كان مبدئيا. وبعدين الله يرحمه المشير قال نرفده، قلت له لا ترفدني ايه؟ انا عايز اكمل دراستي. المشير عبد الحكيم عامر. شوف حياتي كلها حاجتين، منتخب مصر والنادي الاهلي. انا بقالي من سنه 47 لغايه دلوقتي ولا سبت منتخب مصر ولا سبت النادي الاهلي. ربنا يديك الصحه يا كابتن عادل، احنا بنتشرف ان احنا نقعد معاك. والله ده وبنتشرف حقيقي. بتاريخك الحافل الكروي والفني ايضا، وبنعتبرك من رواد الكوره المصريه وايضا من رواد الرياضيين اللي لعبوا او مثلوا في السينما. فعلا انا سعيد وبشكرك على تشريفك النهارده هنا. اسعد ان انا يعني اولا احنا عيله واحده طبعا، ما انا وانت، لان انا اعرف العائله كلها، واول من دخلني السينما عمك الله يرحمه جمال الليثي، وكان مقتنع بيا جدا طبعا، وانا مش مقتنع بنفسي. هو كان يحبك جدا. وانا احبه جدا، وكنا كل يوم مع بعض في النادي الاهلي، هو النادي الاهلي، وهو يلعب في فرقه العواجيز اللي هم انيس عطيه، وكان فريد شوقي بيلعب معاه، وفريد شوقي يقف جنب الايه الكرسي اللي هي العارضه الثانيه، كرة تجيله روح جايبها جون، كان ما عملش حاجه. جبت جون. فكانت ايام جميله ولن تعوض. واحنا خدنا ايه؟ قول خدنا ايه طول عمري وانا بلعب كوره 20 سنه؟ ما كملوش 500 جنيه. شوف بقى الحاجات اللي عملناها دي كلها. بس اسم وسمعه وتاريخ اعظم بكتير. كابتننا العظيم عادل هيكل نورتنا. الله يخليك. شرفتنا. شرفت جدا 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 معرفه حضرتك، بس انا عندي لحضرتك بس تعقيب اخير. تفتكر اللاعب الحقيقي لكره القدم لازم بيكون ممثل كويس عشان الماتش بتاعه ينجح؟ لا 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 لا، هو احنا ممثلين كويسين. احنا مثلنا كده جت استروبيا مش استروبيا. يعني ما هياش هي اي ما مثلوا بعدين كتير. مفيش حد نجح بنفس النجاح. ولا حاجه. صح. ولا 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 حد فاكرهم حتى. هنطلع لفاصل، وفي الفاصل ده انا هعرض بقى المشهد الاخير. ختام اشاعه حب. بشكر كابتن عادل هيكل نورتنا وشرفتنا. نطلع لفاصل نشوف ختام اشاعه حب لما طلعوا على المسرح كلهم. وبعدها نعاود لنلتقي مع نجم اخر من نجوم الرياضه دخل مجال السينما الكابتن اكرامي بعد الفاصل. اكرامي. وزي ما كنت بقول قبل الفاصل، الحقيقه الابداع في الكوره كبير،
لكن لما بيكون مبدع في الكورة وكمان مبدع في التمثيل بيبقى شيء أجمل وأكبر. والحقيقة نجمنا ده كان يعني من كبار نجوم الكرة المصرية، نجم النادي الأهلي، نجم منتخب مصر، لكنه بصراحة نجح نجاح باهر كفنان، ومحدش يعني يقدر ينسى أبدا أفلامه. رجل فقد عقله، احنا بتوع الاسعاف، مرسي فوق مرسي تحت، ويعني وغيره، يا رب ولد. الحقيقه كل افلامه لما نفتكرها نقول قد ايه ان هو كان محترف في الكوره وكان محترف في التمثيل. طبعا بالاضافه ان هو ككابتن كوره تخرج من تحت ايده كل النهارده يعني الفراوده الكبار اللي هو الجول كيبرز المعروفين. بتكلم على الكابتن الكبير والفنان الكبير ايضا اكرامي، نورتنا. ربنا يخليك يا دكتور، ميرسي قوي على المقدمه الجميله ديت. لا انا من جمهورك اصلي. لكن انا يعني لا ابدعت في الفن ولا حاجه، انا كانت تجربه بالنسبه لي بحبها وخطها ويعني وخرجت منها الحمد لله على خير يعني. طب خلينا الاول نشوف في تقرير معمول عن حضرتك عمله فريق اعداد وبعدين نرجع نبدا كلامنا. اتفضل. زي ما شفنا يعني تاريخ حافل، تاريخ كروي حافل، يعني لغايه 87 لغايه اعتزاله كجول كيبر محدش يقدر ينسى اكرامي بجد. يعني انا شخصيا من عشاق اكرامي، وكفنان بصراحه يعني كوميديان وموهوب الى اقصى درجاته، شفنا ده في التقرير. وجان يعني وجان أنا وجان يعني لا أنا انت حكم دولي بقى لو حد. لا 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 كابتن اكرامي يعني حضرتك منور الدنيا، ربنا يخليك يا شيماء. انا سعيده جدا جدا ان انا بجد اتاح لي الفرصه ان انا اتكلم واقعد اعمل انترفيو مع حضرتك. انا عندي اسئله كتيره جدا بالنسبه. تسلمي يا حبيبتي وانا تحت امرك. بس قبل بس ما نخش في اسئلتك يعني يا دكتور، انا يعني شايف ان اللي انت بتقول عليه دوت لاكبر من حجمي. لا 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 ده انت بكلمك جد، تستحق اكتر من كده. ربنا يكرمك ويبارك. وعلى فكره اصل بص، هو دايما ايه تقييم الممثل بيكون تقييم المتخصصين، وانت ادرى مني وعارف كويس قوي انك انت لحضرتك لما عملت هذه الافلام قيموك وقالوا عليك انك انت فنان، زي ما هم قيموا اخرين وكانوا شايفين ان هم ما كانوش كانوا يجيدوا الكوره لكن لا يجيدوا التمثيل، انت اجدت الاثنين. فعشان كده الكلام مش جاي مبعثه من فراغ ولا من مجامله. انا سعيد طبعا بالكلام ده وبشكرك عليه بامانه يعني. طب تعالى افكرك كده بحاجه قبل ما نبدا. يلا يلا نبدا على طول كده. شوف يعني ياما المحمم نبي. لا انا عايز اعرف يعني اولا انت يعني لما بتفتكر رجل فقد عقله، اولا انت حضرتك يعني دخلت ازاي التمثيل وانت نجم النجوم بقى الجول كيبر العظيم بتاع الاهلي؟ والله هو فكره ان انا اخش التمثيل دي كانت يعني فجاه كده، وانا في الملعب خارج من التمرين. انت عارف طبعا الواحد بيبقى خارج من التمرين معفر وتراب وطينه بعد التمرين، فلقيت واحد واقف لي على سور الملعب بيقول لي انا عايزك، مين انت؟ فقال لي انا محمد عبد العزيز المخرج. قلت له اهلا وسهلا. قال لي عايز اقعد معاك 10 دقايق. قلت له تحت امرك. استحمى، استحميت ورحت قابلته في الجنينه. فقال لي في فيلم مكتوب لاكرامي، اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي، مش دور همثل فيه، لا ده اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي، وانا شايف ان الدور ده بطبيعتك مش يعني مش هيبقى فيه نوع من التمثيل، لا خليك على طبيعتك. فقلت له طب انا اشتغل في السينما ازاي يعني انا ماليش في القصه. قال لي بص ما تقلقش من اي حاجه، وبعدين الاستاف اللي شغال معاك كله اهلاويه بالامانه. بيطمنك يعني. محمد عبد العزيز طبعا اهلاوي جدا، اخوه عمر طبعا اهلاوي جدا طبعا، رحمه الله عليه الاستاذ فريد شوقي يعني انا كنت بشوفه في النادي كتير، عادل امام اكتشفت انه اهلاوي، ماما كريمه اهلاويه، فرحبت وخلاص وامضي على امضي على مضيت واشتغلنا. ويمكن اول شوط ليا في الفيلم دوت كان غريب جدا، كان عندي انفلونزا وهشتغل انا وعادل امام وفريد شوقي يعني. بنقف ورا باب كده احنا اكتشفنا ان ابونا متجوز على امنا، فهو طبعا عمل بوليكه في البيت وساب البيت وطفش. امنا طبعا الحق ابوك اللي يعمل في نفسه حاجه، فاحنا قلنا لا مش احنا عارفين بقى، فرايحين له المكتب. فواقفين احنا ورا الباب الكاميرا جوه، المفروض بنفتح الباب، سلام عليكم يا بابا. نفتح الباب ابص لعادل امام اضحك اكشن، يفتح الباب بنضحك استوب عيد مره واثنين وثلاثه. فمحمد عبد العزيز اتنرفز فبقول لي اكرامي في ايه؟ قلت له بيضحك، فمن فضلك خليه يسكت. هو كان عادل هدفه من الجزئيه ديت ان هو يخرجني من التنشنه اللي انا فيها
عشان يخليني طبيعي. وعلى فكرة يعني أنا سعيد جدا بالفترة اللي أنا اشتغلتها معاه، ساعدني كتير. وبدأنا اشتغلنا وخلصنا واحنا بنخلص الفيلم اتعرض عليا الفيلم التاني وانا شغال فيه. كان ايه الفيلم التاني؟ يا رب ولد. اه طب خلينا قبل نروح يا رب ولد نشوف المشهد ده الاول، مشهد المحكمة الشهير يعني. اه بتاع القاضي. يعني اكيد ليك ذكريات في الفيلم بتاع. اه انا عايز حضرتك تحكي لي ايه المواقف الطريفة اللي حصلت ما بينكم؟ يعني المشهد مثلا بتاع كريمه مختار، ماما كريمه ربنا يديها الصحه، وحضرتك وعادل امام، ده ايه المواقف الطريفه اللي كانت في الفتره؟ لا ده في اكتر من موقف. كان مع عادل ومع الاستاذ فريد برضه رحمه الله عليه، مفروض ان في شوت انا بصحى بدري، اندمجنا انا وهو فنسيت لبس القلم. راح لبس القلم في لا وإيه الله يرحمه كانت ايده برزبه طبعا، لبس القلم رحت قاعد مكاني استوب، راح حاضني قال لي انت نسيت. قلت له بص خلاص الموضوع انتهى، انا لبست القلم وخلاص، صابه علمت على وشي وقعد يتحايل عليا كتير. يعني ده برضو موقف من مدام كريمه بقى، ماما كريمه. الشوت اللي احنا اتفرجنا عليه الميزان ومش الميزان والكلام ده، هي المفروض ان يعني نجيب يعني تكون جايبه لبس رياضي عشان تلبسه. ولا ايه التيشيرت الاصفر ده بتاعك؟ لا بتاع مراتي والله. لكن في امور بقى ما كانتش بتعدي. زي ايه؟ يعني من ضمن الحاجات اللي انا رفضتها واصريت عليها، هو ابويا لما ساب البيت ومشي بيسكر، هو ابويا كان فلاتي وبيسكر وقاعد في اوتيل عمال يسكر، فبيتخيل اللي بيحصل في بيته. سلام الله يرحمه، سلام الياس هيتجوز مدام كريمه مختار، واختي الصغيره شغاله خدامه وانا بخون اخويا مع خطيبته. انا رفضت، قلت لمحمد عبد العزيز مش هعمل الشوط ده. كنت حريص انك انت وانت بتمثل يكون في اخلاقيات في اللي انت بتمثله. بس هي الله يفتح عليك، الناس رايحة تتفرج على إكرامي اللي في الملعب بيتخانق وبينط وبيضرب وبيتضرب وبيتعفر والكلام ده، ما ينفعش يشوفوا إكرامي بقى رومانسي وبيبوس وبيحضن والكلام ده. ما ينفعش خالص، لأن الشعب المصري شعب طيب بيصدق الحاجات دي. وعندنا مثال حي للموضوع ده طاهر الشيخ لما عمل الفيلم رحلة النسيان مع نجلاء فتحي. صحيح. وطبعا جوزها وبيقعد يبص فيها ويحضن فيها ومش عارف ايه والكلام ده، فكان طاهر لما ينزل الملعب ولا قدر الله يحصل حاجه بالنسبه له الجمهور يقعد يهرج عليه. اه طبعا انت اساسا لعيب كوره مش ممثل. بس تعال نشوف المشهد ده. طيب كابتن حضرتك ليه ما كملتش؟ يعني انا كنت بجد محتاجه ان انا اشوف اكتر من عمل تاني غير التلاته والاربع افلام. بص يا شماء، لازم نكون متفقين ان السينما ما ضافتش لإكرامي شيء حقيقي. انت شايف كده؟ خالص طبعا، الحمد لله. انا دخلت مجال السينما او مجال التمثيل عموما وانا الحمد لله مشهور. الكوره ادتني الحمد لله فلوس، ادتني شهره، ادتني حب ناس، وما زال الحمد لله طبعا. فالسينما ما ضافتليش شيء، انا دخلت مجال السينما. لا والحب النهارده كمان مضاعف، انت وشريف اكرامي الحمد لله. ربنا يبارك لك. تحيه بقول لك يعني يا زين ما يعني انجبت وربنا يا رب، ربنا يكرمك ربنا يبارك له يا رب ويحفظه لك هو واحفادك. امين يا رب العالمين. يعني دلوقتي لو شريف قال لحضرتك ان اتعرض عليه دور في فيلم قوي وهيبقى ليه دور كويس، ايه راي حضرتك؟ لا اشتغل، ما يشتغلش ليه؟ بس يعمل اللي ابوه عمله. انا اولا كنت بشترط عليهم ان مفيش سهر ومفيش تصوير بالليل خالص، كان التصوير بالليل ومفيش قبلات. لا دي امر مفروغ منه، ده اساس. ما عشان كانت الحاجه تذبحني لو يعني مش بكيفك يعني. والله انا ببعت تحيه للحاجه بصراحه. ربنا يخليك، ربنا يخليها لك. تعالى بقى نفكرك بقى يا رب ولد. اللي بيقف جون بتاع الاهلي. شفت اللي بيقف جون؟ هذا كمان يا قال لا انت كمان انت خلصت من عادل امام وقعت مع سمير غانم. لا مسخره بقى بصراحه. لا مسخره سواء هو احمد راتب. لا الاثنين وطبعا كان معانا اسعاد يونس. لا كان
حاجه لا تتخيلها. ضحك وتهريج ويعني كنا بنعمل الشطات ديت بالعافيه ونخلص التصوير بالعافيه، وتبص تلاقي يعني زيطه وفي الاستوديو وتبص تلاقي كل واحد عمال يعمل حاجه لوحده، والمخرج هو الاخرج الفيلم ده عمر عبد العزيز وكان اول فيلم لعمر. اول عمر مظبوط خلاص. عمر كان هيتجنن مننا، كان هيتجنن. لا وبعدين في مشهدين مهمين قوي، مشهد بتاع الفرح لما لعيبه الاهلي كلهم دخلوا والخناقه الخناقه. لا ده في مشهد اهم منه بقى. مفروض ان احنا كنا طالبين طلبات من حمانه. ده اللي طالب عشان يعمل مش عارف ايه ولا يعمل ايه، وانا طالب اعمل جيم والكلام ده. فاحنا عاملين اضراب وقاعدين في الجنينه، فجت هي طلعت بقى ماما كريمه وقالت توافق على كل حاجه طلباتكم يعني. يا شيخ الحاج محمد رسول. ايوه. انت شلت سمير شلت احمد راتب. احمد راتب خلاص. فانا المفروض ان انا يعني عمر قال لي شيله واطلع بيه السلم وبعدين سيبه، فشلته وطالع بيه السلم وعايز اسيبه، احمد راتب قافش في رقبتي مش عايز اسيبه، فرحت رميه. طب نشوف المشهد ده الاول، نشوفه الاول يعني. مين بقى اللي قال لي رميه؟ سمير قال لي بقول لك ايه، انت بس عشان يبقى في حلو خلاص بدل ما تحط على كرسي رميه ومن غير ما يعرف. فقلت له حاضر. دخلنا وهو ساب بقى رقبتي، رحت رميه راح وقع على ظهره. طب ده قاعد يشتم فيا. طب كان لطيفه، هو الحياه كانت لطيفه جدا في التمثيل. ايوه بس انا ما لقيتش نفسي فيه، ما لقيتش نفسي خالص. سمير غانم لما لقاه رايح جاي في الجول راح خلى سمير يا عم تعالى اقعد جنبنا هنا. شوف المشهد. نجاح كبير عمله يا رب ولد. انت ادائك نفسه يا كابتن اكرامي تطور صح؟ خدت خبره بقى، خدت خبره فعلا يعني. وبعدين انا الحمد لله اشتغلت مع عمالقه التمثيل في مصر، ناس ليها بس اسم. واضح انك انت كنت حابب التجربه. هل وانت بتمثل كنت حاطط في ذهنك تجربه الكابتن صالح سليم قبل كده؟ خالص خالص خالص. ولا في بالي الكوره ونجح في الكوره ونجح ولا في السينما. ولا في بالي. انا اشتغلت في السينما من غير فلوس، ما خدتش من السينما فلوس خالص. الاربع افلام رغم النجوميه بتاعت الاهلي وجول كيبر الاهلي واكرام كان بيضحك عليا. ما انا ما اعرفش يعني ما اعرفش يعني. النهارده انا اسف لما في لعيب كوره بيعمل اعلان بيعمل اعلان لاي شركه من المنتجات بياخد فلوس قد كده كتير او ملايين. انا متفق معاك، لكن في وقتها من انا زي ما بقول لحضرتك ايه، انا السينما انا يعني في الكوره الحمد لله ادتني كل حاجه. فرايح تجربه جديده انا بحبها عايز اعملها مش فارق معايا. وبعدين النهارده يعني محمد عبد العزيز اول فيلم طبعا مش عايز اخوض فيه يعني بالنسبه للماديات. عمر قال لي انا اول فيلم ليا تخدمني، حاضر يا عمر. الفيلم الثالث برضه نفس القصه. الفيلم الرابع اتشطرت فيه بقى اللي هو احنا بتوع الاسعاف. لا اتشطرت بقى. طب نشوفه يلا. مش هقول اخدت كام يا عم. الفيلم ده بقى يعني دلوقتي في حاجه اسمها افلام تجاريه بتتعمل كده، فيلم تجاري ده فيلم تجاري بقى. وبعدين حتى وانا شغال في الفيلم مش لاقي نفسي او مش حاسس بحلاوته. اعتزلت ليه بعد كده بقى السينما؟ انت ناجح. فوجئت ان انا ماشي في طريق مش بتاعي، هتخسرني الكوره، هتخسرني بيتي، هتخسرني زوجتي. وكنت كان احمد رحمه الله عليه كنت خلفت احمد الله يرحمه، فحسيت ان انا هخسر كل دوت عشان حاجه يعني سكه مش بتاعتي، ولو كنت انغمست فيها كانت هتبقى سبة في تاريخي. فعشان كده خدت قرار. عموما احنا بنعتز جدا بيك كفنان على فكرة، وده طبعا مش قبل اعتزازنا بيك كلاعب كبير، لانك انت طلع من تحت ايدك حراس مرمى كتير منهم شوبير وغيره وغيره كلهم تلامذتك، وقدمت لمصر وقدمت للكرة المصرية وقدمت للنادي الاهلي بجد تاريخ ناصع البياض الحمد لله، وقدمت للفن كمان اعمال انا برقى او بشوف ان هي ترقى انها تكون اعمال جميله
ودمها خفيف وانت كنت فيها لطيف وكنت نسمه كده بونبونايه ظريفه والناس كانت بتحب تتفرج عليك. الحمد لله. فانا بشوف ان المجمل كان جميل. بهنيك بقول لك دايما موفق وبنستمتع بيك كمان في الحياه في تحليلاتك الجميله الكرويه الجميله. وبنستمتع ب يعني بشريف ابنك وكل حاجه جميله انت قدمتها وتعملها احنا بجد يعني فخورين بيها. ربنا يخليك. وانا فعلا بامانه سعيد بوجودي معاكم وانا بحبك. ربنا فعلا ربنا يخليك. بحبك لان انا بقعد اتفرج عليك بحس ان انا قاعد قدام انسان مثقف جدا. ربنا عارف هو بيقول ايه. من الناس القلائل اللي بيقولوا حاجه فعلا مفيده وبتسعد الناس وبتوصل لعقلهم قبل قلوبهم. فانا سعيد جدا بوجودي معاك والله العظيم. انت بتديني كده اكتر من حقي. لا 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 لا, لا انا هرجع تاني اقول بقى لا انت تستاهل اكتر من كده زي ما انت عملتها معايا. كابتن اكرم انت شرفتنا ونورتنا النهارده. الله يكرمك. وانا سعيد وفخور جدا بوجودك معانا النهارده. انت واحد من الناس اللي احنا بنحبهم ونحترمهم ونقدرهم جدا. ميرسي يا حبيبي. وطبعا انت معاك بونبونيه جميله شيماء. شيماء انا هتمثلي قريب؟ انا احتمال في حاجات فانا هاجي. اتمنى لك التوفيق. تنصحها بايه لو هتمثل وهي اول حكم كره قدم؟ هقول لك كلمة صغيرة يعني اعتبريني أب ليكي. هقول لك حافظي على نفسك. أكيد. بس أكيد حضرتك ما تقلقش. خلاص حافظ. مش 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 ما تتفهمش غلط. لا حافظي على نفسك بنوتة أمورة جميلة. تعملي الحاجة اللي هي لا تسيء ليكي في أي شيء. أكيد. أنا عموما ده هدفي دايما يعني أنا دايما بيبقى هدفي إن أنا أعمل الحاجة اللي أنا مقتنعة بيها اللي ما تسقش ليا واللي ما حدش في يوم من الايام يقول لي انت عملتي ده قبل كده. برافو عليك كابتن اكرام نورتنا شرفتنا. كابتن شيماء بشكرك جدا. أنا كنت ضيفه غاليه عندي لك مذيعه. انت مذيعه هايله. ربنا يخليك. واكيد هتكوني معانا في حلقات اخرى كتيره جدا. وبشكرك جدا كابتن اكرامي. دي حلقتنا النهارده كانت يعني مع يعني كوكبه زي ما قلت من النجوم وكان ختامها مسك مع كابتن اكرامي. بشكركم جدا. تصبحوا على الف خير.